ايتن عامر وسمية الخشاب، الاتنين اللي اتقال عليهم انهم مرمطوا بكرامة بعض الارض، وكله بسبب فستان لبسوه الاتنين. دي تقول على دي كلام والتانية ترد عليها، وفي الاخر راحوا الرامز هو اللي جاب من الاخر معاهم. ايه حكاية خناقة سمية الخشاب وايتن عامر، وايه اللي عملوا معاهم رامز جلال؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. بعد ايام وشهور من الخناقات، اخيرا حد جاب سمية الخشاب وايتن عامر في مكان واحد، رامز جلال في برنامجه. رامز جاب من الاخر عمل كده وكشف عن كل المستخبي بين الاتنين، خناقاتهم وتصريحاتهم الغير مناسبة عن بعض. الفكرة ان اصل الخناقة بين الاتنين طلع ان السبب فيها فستان الاتنين لبسوه نفس الشكل منه، ومن وقتها والدنيا قامت ما بينهم. سمية الخشاب في وقت من الاوقات تقول ان ايتن عامر بتقلدها، ومرة تانية تقول ايتن عامر ان سمية من نفسها منها وحكايتهم حكاية. السوشيال ميديا كلها اتفرجت على مشاكلهم. النهاردة بقى لما رامز جاب الاتنين وحطهم تحت ضغط، ظهر معدنهم الحقيقي ووقفوا جنب بعض، وده ما يمنعش ان فيه برضو بعض التصريحات اللي طلعت من الاتنين زادت الطين بلة. ايتن عامر لما حبت تدافع عن نفسها قالت انها اصلا ما شافتش سمية الخشاب لما لبست الفستان اول مرة، ما شافتهاش خالص، وده ملقوش غير معنى واحد، انها اصلا مش مهتمة بيها ولا بتعمل ليها حساب، وعلشان كده لبست فستان شبه ليه وعليه نفس الترتر ده، على حسب وصف البعض على السوشيال ميديا. نيجي بقى لبقيه خناقتهم اللي كشف عنها رامز جلال في رامز جاب من الاخر. رامز خلى كل من سمية الخشاب وايتن عامر يجاوبوا على السؤال اللي بيسالوا الجمهور بقالهم فتره كبيره لحد دلوقتي. رامز سالهم عن انهم الاتنين سابوا التمثيل واتجهوا ليه للغنى، بيقلدوا بعض يعني، وان كل واحده فيهم شافت التانيه عملت اغنيه ونجحت فراحت التانيه تعمل زيها. ردت ايتن عامر وقالت انها اصلا ناجحه في التمثيل جربت سكة الغنى ونجحت فيها، وهي ما بتقلدش حد نهائي، لا سمية الخشاب ولا غيرها. واتنقل بيهم رامز لجزء تاني من الأسئلة. رامز سأل سمية الخشاب عن أحمد سعد، وهي قالت عليه ربنا يسهله ويوفقه ومفيش أي عشرة بينهم دلوقتي، تجنبت يعني الكلام عنه دلوقتي. اللافت بقى في استضافة رامز جلال لأيتن عامر وسمية الخشاب إن سمية طول الحلقة كانت بتحاول تتكلم إنجليزي، مفيش فرصة إنها تقول كلمة إنجليزي غير وحاولت تتكلم، لدرجة إن رامز جلال مسك في كلامها وبدأ يتنهز عليها وقال عليها سمية الخشاب بنت المعلم عبد الخشاب، تقول او ماي جاد الانجليزي اتقال امتى يا جدعان. وبرضه لاحظ الجمهور على السوشيال ميديا اللي حصل ده واخدوا بالهم من كلام سمية الخشاب وعدم استطاعتها نطق اللغه الانجليزيه صح. حاولت اكتر من مره تتكلم انجليزي ومفيش مره قالت كلمه صح، كلها محاولات فاشله. في النهايه انتم ايه رايكم في اللي حصل بين سمية الخشاب وايتن عامر، ومين فيهم معاه حق في الخناقه دي؟ في انتظار سماع ارائكم في التعليقات. Thank you.